دلوقتي هنروح لمجموعة من الأخبار الرياضية، أخبار الملاعب مع منى. اتفضلي يا منى. شكرا ليك شاذلي. مشاهدينا خليكم معانا وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. اليوم انطلقت ركلة البداية. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. إعجاز ما يقدمه هو إعجاز. ميسي هيتس وان، واتس ا جول. الفاول عالمي يا زعيم. ونبتدي نشرتنا الرياضية من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، واللي أعلن معاقبة الاتحاد السنغالي لكرة القدم بعد الأحداث اللي شهدتها مباراة مصر والسنغال في إياب التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، واللي انتهت بفوز السنغال بضربات الجزاء. الاتحاد الدولي قال على موقعه الرسمي إن لجنة الانضباط قررت معاقبة منتخب السنغال بإقامة مباراة واحدة بدون حضور الجماهير و175 ألف فرنك سويسري غرامة. والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي طلب من جهازه المعاون ضرورة إعداد تقرير مفصل عن فريقه وفاقس طيف الجزائري، بيتضمن نقاط القوة والضعف من خلال مشاهدة آخر 5 مباريات محلية وأفريقية للفريق، وده قبل مواجهته يوم السبت الجاي الساعة 9 بالليل على استاد الأهلي والسلام ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. ولسه مع اخبار النادي الاهلي، وهيخضع الثنائي عمرو السوليه واحمد عبد القادر لاعيبه الاهلي لفحص طبي من الجهاز الطبي للفريق لتحديد ميعاد عودتهم للتدريبات الجماعيه في بدايه التحضيرات لمباراه وفاق سطيف الجزائري. وفريق مانشستر يونايتد الانجليزي حقق فوز مهم على فريق برينتفورد بنتيجه 3-0 في المواجهه اللي اتلعبت امبارح على ملعب اولد ترافورد في ختام مباريات الجوله 35 من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. وتم تتويج البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في شهر إبريل، وده وفقا للاستفتاء اللي عمله النادي على موقعه الرسمي. ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على تويتر اختيار كريستيانو رونالدو كأفضل لاعب في شهر إبريل. أخبارنا الرياضية خلصت، لكن لسه مكملين كلام في الرياضة. شاذلي وجمانة معاهم لسه كلام تاني. اتفضل يا شاذلي واتفضل يا جمانة. نشكرك يا منة، شكرا جزيلا.